صباح الخير يا أطفال، سنتعرف اليوم على الأشكال الهندسية. لنتذكر معا الأشكال الهندسية: الدائرة، المربع، المثلث، المستطيل. ألصق المستطيلات والمثلثات والدوائر لتدل السنون على الطريق. هذه هي طريق السنون لكي يصل إلى العش. سنلصق الأشكال الهندسية: مثلث، مستطيل، دائرة. مثلث أزرق، مستطيل أحمر، دائرة صفراء. مثلث أزرق، مستطيل أحمر، دائرة صفراء. مثلث أزرق.